أهلا بكم مشاهدينا التفاصيل. إذا تمكن السيد عبد النبي من ولاية سيدي بلعباس من تصدير البطاطا إلى السنغال وهذا بعد سنوات من العمل والإنتاج، ورق في الموضوع مصر العليمي وورد أقشيش. بعد سنوات من الجد تمكن السيد عبد النبي من تحقيق فائض في إنتاج البطاطا بفضل سواعد شابة رفعت التحدي في مستثمرة فلاحية بسيدي بلعباس وأثمرت بتوجيهه نحو الخارج. أراضي شاسعة وأراضي يعني خصبة للبطاطا، يخصنا يعني الفو دي ماتيريال اوتوماتيك بور لا ريكولت لا بوم دو تير بور ليكسبورتاسيون. كاين لي بيرمانون عندي 20 بيرمانون ابري حتى 25، ولكن في لي بيريود نتاع لي ريكولت ولا في لي بيريود دو كونديسمون خطرات نوصلوا حتى ل 200 عامل في الصيف في المدود سبتمبر. بالتعاون مع شركة سوفوم يصدر صاحب المستثمر منتوجه نحو السنغال ليصبح بذلك أول مستثمر يصدر منتوجا فلاحيا جزائريا إلى هذه الوجهة. Il fallait tout d'abord satisfaire le pays, c'est-à-dire satisfaire au niveau national ce qui concerne la consommation. Et récemment, هاد الأيامات الأخرين عطاونا لوتوريزاسيون بور باش نبداو في تصدير السنغال. كي مشات يعني ذاك البطاطا تاع الاكل راحت للسنغال عجبتهم لاخواننا السنغاليين ونشكروهم، ورام دوموندونا الزريعه يعني نتاع الدفله، ورحنا ان شاء الله غادي نرسل لهم حوالي 30 طن نتاع زريعه. الطموح حول الحلم الى حقيقه، وأضحت اليوم البطاطا الجزائرية موجودة في السنغال على أمل اكتساحها لبقية الدول الإفريقية.